عملت كده ليه؟ فيرد عليا بجملة يقول لي أنا حر. لا الجملة غلط. الإجابة غلط. لما أقول لك أنت ليه بتعمل كده تقول لي أنا عبد. واو. ليه أنا عبد؟ لأني مش قادر أمتنع. لأني مش قادر أمتنع فأنا بقيت عبد للأمر ده مش حر. اوعى تستخدم حريتك بطريقة خاطئة. أنت بتختار بإرادتك. في سفر أرمية 21 وعدد 8 بيقول الكتاب المقدس فأنا أجعل أمامكم طريقين، طريق الحياة وطريق الموت. اختار. أنت ليك حرية الاختيار. أحد الفلاسفة المسيحيين قال كده، لا كرامة لمن ليس له حق الاختيار. بس كده؟ لا،